بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أكون بينكم اليوم للتشاور وتبادل وجهات النظر في موضوع هذه الندوة، التنمية الاقتصادية وتنظيم سوق العمل. شاكراً ومقدراً لكم حضوركم وتجاوبكم تجاه هذا الموضوع الحيوي الهام. وأود اليوم نستذكر ندوتنا السابقة، كيف يستطيع القطاع العام أن يخدم الاقتصاد الوطني، التي ناقشنا فيه مسؤوليات القطاع العام في التنمية الاقتصادية، حيث جاء في أهم التوصيات تلك الندوة مطالبة الأجهزة الحكومية باعتماد نظام الجودة، وذلك باتباع إجراءات ومعايير عمل مكتوبة لجميع الخدمات التي تقوم بها الوزارات، إضافة إلى التأكيد على شفافية القرارات الحكومية والتشاور المستمر بشأنها مع جميع القطاعات الأهلية. أيها الحضور، لقد شهدت البحرين في العقود الثلاثة الماضية تطوراً كبيراً في معدلات التنمية، مما انعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي للمواطن. فالكثير منكم في هذه القاعة اليوم يعتبرون من الذين قد استفادوا من تلك المرحلة، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن هو ماذا عن الذين لم تتاح لهم الفرصة للاستفادة من تلك المرحلة؟ ففي اعتقادي، إن أردنا أن نخلق دورة اقتصادية متكاملة وفاعلة تخدم مملكتنا على المدى البعيد، فإنه من الواجب علينا توفير فرص لجميع فئات المجتمع للمشاركة في العملية التنموية، لما في ذلك من آثار إيجابية على كافة الأصعدة، بالأخص تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين التي تقدر نسبتها بحوالي 15% إذا حسبناها على عدد البحرينيين. حضورنا الكرام، نسمع هذه الأيام الكثير من الانتقادات من القطاع الخاص موجهة إلى العامل البحريني، تتهمه بالتقصير في العمل مقارنة بالعامل الأجنبي، وكذلك إلى مخرجات التعليم الحكومي ومناهج التدريب المتبعة التي لا تتناسب مع حاجات سوق العمل الفعلية. فإنني أرى أن تلك الاتهامات، وإن كانت بعضها صحيحة، فهي لوحدها ليست سبباً منصفاً للنقد. فإنه ليس من الصحيح القول بأن الحل يوجد في إحلال العمالة البحرينية محل العمالة الأجنبية. فلو نظرنا إلى واقعنا الحالي، سنجد أن العامل البحريني والعامل الأجنبي لا يعملان في نفس السوق، نظراً لاختلاف الشروط بينهما، حيث أن ما يقبله العامل الأجنبي من بيئة عمل وأساليب معاملة وراتب شهري لا يمكن أن يقبل به العامل البحريني، وكذلك نحن لا نقبل هذا. وإن كان للعامل البحريني حقوق أكثر من العامل الأجنبي في حرية ترك أي عمل إلى آخر، فأنه من البديهي أن يفضل صاحب العمل توظيف العامل الأجنبي على العامل البحريني. ورغم أن تلك العمالة الأجنبية قد حققت فوائد اقتصادية كبيرة في الفترة الماضية، إلا أنه من الصعب الاستمرار في ذلك. فالتنمية الاقتصادية يجب أن تكون لصالح البحرينيين أولا. فها نحن اليوم نرى الكثير من أبناء وطننا العزيز يعانون كثيرا في محاولاتهم للحصول على وظائف، لما في سوق العمل البحريني من عمالة أجنبية كبيرة. إخواني وأخواتي، إن الوصول إلى إصلاحات اقتصادية إيجابية وملائمة ليس بالبساطة التي يتصورها البعض. فلإيجاد حل لمشكلة البطالة لابد من خلق سوق عمل موحد يأخذ بمعايير العدالة والمساواة، ويقلص الفوارق الواقعة في الحقوق والواجبات بين العامل البحريني والعامل الأجنبي، وذلك بمنح العامل الأجنبي حق التنقل الوظيفي محليا، وتحديد جلب العمالة الأجنبية من الخارج. وإنني على ثقة بأن العامل البحريني في سوق عمل الموحد سيتمكن من التفوق على المنافسة الأجنبية. وفي الختام، هذه بعض الأفكار التي
ارتأيت أن أطرحها عليكم كمساهمة مني في هذا الحوار، وأنني على يقين بأن العديد من التوصيات التي سوف تنتهون إليها ستعمل على أكمال حلقات هذا الموضوع للوصول إلى أفضل النتائج بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إذا تسمحون لي بطرح عليكم هذا المعلومات. إذا تشوفون هذا من سنة 1980 إلى 2001، معلومات من التأمينات الاجتماعية قطاع خاص. الخط الأحمر خط رواتب المدراء والمسؤولين اللي يجون من البحرين ومن الدول المتقدمة. الخط البنفسجي أو الأزرق خط العمال البحرينيين والعمال الأجانب اللي يونك من جنوب آسيا وما شابه ذلك. فإذا ترون هذا المعلومات تشوفون التزايد في رواتب كل من هالمناصب. ويعني طرحي هنا اليوم يقول أن العمالة الأجنبية اللي خاصة في المهن اللي مدربة مثل النجار والكهربائي وكل هالأمور، إذا دخلت بكثرة إلى البلد هذه العمالة تأثر على البحرين. وشوفوا يعني هذا مو بأمل الواحد وده يشوف لنفسه ولا لعياله، أن من 1980 ما تغير المعدل اللي بنسبة بسيطة جدا، ولكن للمسؤولين والمدراء اللي يشغلون هذا المناصب بحرينيين وأجانب من دول متقدمة شوفوا نسبة التزايد. فهذه فكروا فيها وانتوا تناقشون هذا الأمر واسألوا أنفسكم ليش يعني هذا صار. مشكورين.